جايز، معكم جورج خوري. هلا نحن عم نلعب لعبة ماينكرافت، وبدي اقولكم انه هيدا اول فيديو لي بصراحة على اليوتيوب. بتمنى منكم تعملوا لي سبسكرايب ولايك على هالصفحة. بدنا نلاقي هلا طريقة، مثل ما شايفين في باب هون بدنا نقطعه، في هون حدنا تشيس، فيه دايموند جير، وفيه توتي انتي وبوشن اوف نايت فيجن وسورد. لهيك هلا وفي عنا كمان هدول. هلا انا حط الجير، نحط التي ان تي لانه رح نستخدمهم هلا بعدين. مثل ما شايفين رح ناخد هلا هذا الباب ونكفي طريقنا لهونيك دغري. بدنا نلاقي في طريق باركور، بدنا نلاقيه هلا مشان نقدر نهرب من السجن. وبدنا نحط عليه هدول التي ان تي لانه في ريد ستون بنهايته، بدنا نحط عليه تي ان تي. فلهيك هيك وين هو هلا اللي بدنا نعمله انه نقطع هذا الباركور، بس يمكن ما نقدر نعمله لانه كتير كتير صعب، ليكو يعني ما حدا حيقدر يقطعه قد ما اوبا قد ما صعب. فلهيك رح نستخدم طريقة الغش شوي صغيرة مشان بس نقدر نهرب من السجن. رح نعمل الطريقة انه نحط الجيم مود تبعنا يكون سيرفايفر قصدي كرياتيف. اوكي بتمنى يعني تعملوا لي كتير سبسكرايب ولايك على الصفحة على اليوتيوب كرمال لحتى يعني هيدي شغلة مشان شغلة كتير مهمة انه تعملوا لي اياها، وكمان بتكونوا عم بتساعدوني يعني. هلا مثل ما شايفين وصلنا على النهاية، مثل ما قايلين نحط التي ان تي على هيدي ونهرب بسرعة. ونهرب تنشوف شو اللي صار. ها وهي كمان انفتحت طريق تاني، هنخلي التي ان تي معنا لان يمكن نحتاجها. هاي كمان لقينا طريق تاني لادرز نطلع عليهم، وهول يلي بخلونا نقدر نهرب مثل ما شايفين. بدنا هلا نفتش على مي، وهو لايكو شايفين تحت الباركور تحت، ننزل ننط عليه. فلهيك نجي بالواتر، وكمان بدنا نجي لهون هلا على الريد ستون. ونحط التي ان تي ونهرب بسرعة. هلا طلعت لنا البوابة السرية، رح نرجع من ورا هالشغلة نرجع نحط الجيم مود تبعنا سيرفايفر. جيم مود سيرفايفر ونكفي طريقنا. مثل ما شايفين هلا مسك هون في شي جاتو زيت. بدنا نطلع هلا لفوق قبل ما تخلص القوة الانسبيراسيون تبعنا. ها هكذا وصلنا لهون، هلا بدنا نكفي طريقنا تنروح على اللادر زي اللي شفتوهن من شوي. هو هني هون هلا بدنا نطلع. وصلنا هلا لهون مثل ما شايفين، تنشوف هلا هون شو رح يصير معنا. بدنا هلا نفتش على كبسة، وإذا أنتوا انتبهتوا شي على كبسة كمان قولوا لي وينية. بدنا نفتش على كبسة هلا مشان تنقدر نفوت من هون و
نقدر نهرب. فلهيك هلأ نرجع نفتش هون تنشوف شو لازم نعمل، نجرب نلاقي الكبسة. إذا ما قدرنا نلاقيها في طريقة أنا عندي رح أعملها. يمكن هون مين لقى كويس؟ شايف شي هون سري؟ يمكن هاي بتوصل لهون. بدنا نجرب نلاقي البطن كرمال نقدر نهرب. إذا شفي يمكن في سنيكي تشاست هون كمان ما حدا بيعرف، أو في شي هون ورا هيدا البينر. لا ما في شي. بدنا نجرب أنا وياكم نلاقي كبسة. أوكي ما في شي هون. يمكن هون في سنيكي باتن نجرب نلاقيه، وإذا ما قدرنا نلاقيه ناخد شقفة وود ومنعمل كبسة، أو منلاقي حيلا نوع حجر تنستخدمه للكبسة. مثلا فينا نكسر هيدا الستون. رح تاخد شوية وقت هيك بالإيد يعني بلا شي، وكمان يعني ما استفدنا، بس انه بدنا نجرب نلاقي الكبسة كرمال نقدر نهرب. او مش ضروري فينا نكسر الدور هيك بإيدنا، بس هذا الشي رح ياخد وقت كتير. فلهيك رح نجرب ما نعمله ونلاقي شي الكبسة اللي كانوا عم يحكونا عنها هلأ باللعبة دي. يمكن هون بركة. لا بدكم تساعدوني يعني بصراحة، لأنه هيدا الشي صعب كتير نلاقيه لوحدي، لأنه البطون فيها تكون حيلا محل هون يعني. يمكن ورا هيدا، يمكن مشان هذا الباب. هيك رح نجرب نكسره بالصوت، لأنه عم ينكسر بسرعة أكتر. بس كنت بتمنى يعني لو عطونا بيكاكس بهذا التشست اللي لقينا فيه الجير والسورد. هذا الباب كسرناه، تنفوت لهون نكبس وربحنا قدرنا نهرب من السجن. بالكولة يا جماعة، بالكولة. وهلا بدي لكم وداعا، وبتمنى انكم تحضروا الفيديوهات البقوة تبعي ويعجبوكم.